اهلا بحضراتكم مره تانية في الفقره الحواريه الاخيره هنا في البيت الكبير. معانا احد شيوخ التحليل الفني مش في مصر بس، على المستوى القاري، نجم كبير جدا على المستوى الاداري، كان في يوم من الايام المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم، بيشرفنا وبينورنا دايما بارائه المتميزه، طبعا الكابتن فتحي نصير. كابتن فتحي بنرحب بيك في البيت الكبير، اهلا بحضرتك. كابتن هاني انا سعيد ان انا معاكم بعد البطوله، بتنورنا معاك يا سامي، يعني حاجه تسعدني ان بعد الثلاثيه نلتقي ان شاء الله في البيت الكبير، ودايما كبير النادي الاهلي. اكيد اكيد منورنا دايما، دايما منورنا فعلا ومشرفنا في البيت الكبير، ودايما ما بنستمتع بارائك التحليليه لانها بتكون مختلفه ومميزه الحقيقه. طبعا ما ينفعش يكون كابتن فتحي نصير بعد التتويج بكاس مصر طبعا وبطوله دوري ابطال افريقيا من غير ما نساله عن شعورك، ازاي تابعت الفرحه ديت بعد 7 سنين عجاف صحيح، بس الحمد لله التسعه تتحقق. يعني رغم 2020 يعني من نقول من أسوأ السنين اللي مرت بينا أو مرت بينا يمكن شخصيا، لكن الثلاثية زي ما فرحتكم فرحتني وأسعدتني، وكان عندي ثقة في الله وفي اللعيبة إن مش هيخذلوا جمهورهم ولا إدارتهم. دي انا هتقول لي طب انت خدتها ازاي من الاساس ايه؟ اللي انا شفته يعني يمكن حاجه كابتن هاني، اما تلاقي رئيس مجلس اداره النادي مع الفرقه وبيتابع دون تدخل، الملاحظ المحب للفرقه ودايما مع الفرقه ويسافر معاهم زي الجمهور وعايش معاهم ومتقمص او عايش دور يعني ايه الراهب للفرقه دي، عايش معاهم على طول ال 24 ساعه، وينتقل ده الاحساس للعيبه، هيحسوا اهميه هذه المباريات اللي اتلعبت سواء نهائي افريقيا او نهائي كاس مصر او السوبر ان شاء الله اللي قادم ان شاء الله، ايا كان موقعه في اي حته في العالم، لان ملعب كره القدم هو واحد مظبوط، واحنا 11 هيلعبوا 11 و11 النادي الاهلي معروفين، اي 11 لابسين فانلات الحمراء او لابسين فانلات النادي الاهلي هم دولت زي بتوع النادي الاهلي اللي بيقدروا يمثلونا ويقدروا انهم يعني يشرفوا الكره المصريه ويشرفوا جمهور النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي ويسعدوا الجماهير. صحيح. اكيد اكيد اكيد. بس موسماني النهارده احنا بنبدا موسم جديد، وزي ما بنعيد وبنكرر خلاص انه النادي الاهلي قفل صفحه الافراح، بدا موسم ومشوار طويل مستنيه وهيبدا بعد بكره يوم الاحد ان شاء الله. تجربه موسماني في الموسم الجديد ده كابتن مع الدوري كامله جديده من بابها، يعني شايف التجربه ديت لمستر موسيماني بقى الجنوب افريقي، تجربته مع الاهلي من اول وجديد في الدوري شايفها عامله ازاي مبدئيا؟ يعني اقدر اقول مبدئيا الاول كمدرب، كمدرب طبعا أنا بشكل تحليلي، انا بقول يعني كمدرب كابتن هاني برضو كلاعب ومدرب يشعر بيها هي بدايه من بدايه الدوري، لكن هل الوقت كان يسمح لموسيماني ان هو يقول دي اول بطوله او اول دوري اشارك فيه؟ لا انا بقول لا أكيد لا، لان كان لازم على الاقل له شهر متفرغ كامل ويعيش مع اللعيبه دي في معسكر ويعيش في اعداد صح ويبدا في تدريباته الصح سواء فرديه او جماعيه خططيه او بدنيه مهاريه، كل الحاجات دي نفسيه، ثم مباريات تجريبيه نقول تدريبيه الاول ان هو بيدربهم على حاجات، ثم مباريات وديه تجريبيه يعني مباريات وديه ما فيش اي حاجه، ثم يبدا المباريات الرسميه. هو ما مشيش في التسلسل ده مش بمزاجه، لا طبعا قدره وقدرنا وقدر الظروف، فمش يعني عايزين نقول هي بدايه الدوري هي اول البدايه، هو اول البدايه بس كشغل مدرب مش هيبقى اول الشغل له، يعني نظلمه ونظلم اي مدرب مش هو بس،
كل مدربين اللي هم بيشتغلوا على مستوى ال 18 نادي. انت حضرتك بتتكلم على السيكونز العادي بتتابع المواسم، ان موسم بينتهي بالزبط. وبيبقى فيه فترات راحه ثم فتره اعداد. للاسف طبعا للظروف اللي مرينا بيها موسم استثنائي، لضم يعني لحم موسمين في بعض، وهيدخل الثاني في استثنائي كمان. بالظبط. يعني لكن على مستوى، اعتقد على مستوى التحضير كان موسيماني ومجلس اداره النادي الاهلي وخاصه السيد عبد الحفيظ كان ماشيين بخطين متوازيين رغم انشغالهم بالبطولات، لكن كمان التنظيم للسنه اللي جايه كان على المستوى الفني ماشي بخطوات جيده جدا، برجوع مش صفقات، رجوع الاعاره بشكل كويس. كان ده بيتعرض من خلال من سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ، خمس لعيبه رجعوا، كمان في ثلاث صفقات اذا كان بنتكلم على بدري بنون، على احمد بيكام، وبنتكلم كمان على طاهر محمد طاهر. فالجزئيه دي تدي لحضرتك لو حددت مكان موسيماني بتديك السكاود وسكاود كبير ويسمح لك انك تبدا الدوري بشكل قوي. اسلحتي يعني كأسلحة، كأسلحة لاعبين احنا مش اسلحه احنا داخلين في معارك، لا احنا داخلين في منافسه طبيعي. فاحنا رايحين في منافسات كلاعبين طبعا اصبح عنده قوه ضربه دلوقتي، اصبح عنده مجموعه لاعبين قادر ان هو يقدر يشكل منهم اي 11 لاعب وما يفكرش في اللي حصل له قبل كده في المواقف الصعبه، سواء الاصابات القطريه او الكورونا اللعينه او رحيل البعض او رحيل لا يعني الرحيل ما بعتبرهوش نقص للنادي الاهلي. اي لاعب، بص اي لاعب بيبعد عن النادي الاهلي رحيل وهو قادر انه يلعب او اعتزل، النادي الاهلي ما بتخسرش. لازم يعني تبقى قاعده، هي خساره للاعب مش للنادي اصلا. يعني ما انا فما بعتبروش ان دي هزه للمدرب، لكن هزه المدرب ان واحد يجي له كورونا، لان ده لاعب يعشق النادي الاهلي واتمنع بقدره الخالق، او اصابه قدريه ان واحد يصيب اصابه قدريه او كارت غائر، يعني حكم يظلمه بكارت اصفر او كارت احمر يمنعه ان هو يشارك في المباراه. الثلاث حاجات دولت هم اللي بيمنعوا اللاعب ده اللي بيتاثر بيه المدرب، وكلها ظروف عانى منها النادي الاهلي، بس كل دي كان قادر في مش بايدين لا اداره الاهلي ولا الجهاز الفني ولا الاداري ولا باي حد، ولا الكابتن سيد عبد الحفيظ ولا اي الناس دول. صح. طب انا اروح ليه بعيد واحنا بنتكلم اهو، اما الاقي احنا ذكرنا الاقي واحد زي محمود متولي، طب ما دي احد النماذج اللي هي في النادي الاهلي مش بمزاجه ولا بمزاج النادي الاهلي، اتحرم النادي الاهلي منه 8 شهور اصابه كبيره 8 شهور. وبعدين هذا اللاعب فعلا يعني لما نقول بدري بنون جه من اللي هو صناع اللعب من الخلف، مظبوط، متولي نفس الشكل، لو تلاحظوا محمود متولي هو نفس الشكل، فموسيماني كان هيلاقي الحاجات دي ان يقدر فيها. وعاوز برضه اطمن الجمهور والكابتن هاني، طبعا عارف محمود متولي بالمناسبه قطع خطوات كبيره طبعا في رجوعه العلاج، وكان اختيار موفق له ان هو قال لك انا هعمل العمليه هنا مع الدكتور احمد عبد العزيز، وهتعالج هنا وهكمل في مصر، وهو دلوقتي مع احد افراد كتيبتك كابتن علاء شاكر. علاء شاكر طبعا، وعلاء شاكر ده طبعا متميز الحقيقه، عامل معاه شغل يعني، واصرار اللعيب كمان كابتن هو نفسه. فدي انا يمكن خرجت شويه عن ده، بس انا عايز ادي نماذج للعيبه اللي هي بتحب النادي، مش اللعيبه بقى اللي سابت النادي، اللعيب اللي ساب النادي ده ما نذكروش، لكن لعيب زي ده لازم اذكره واقول انه بيكافح وبيقاتل وبيروح يشارك معاهم وبيتمرن، فاذا دي حاجه كويسه وبتبين للنادي الاهلي المعدن كمان يعني. انا بنقلها للجمهور الاهلي المسؤول الاهلي، لان بشوف انا في الجيم بيشتغل ازاي، فما شاء الله الاصابات القطريه دي ان شاء الله هترجع لنا وهيبقى قوه ضربه يعني فيه. ان شاء الله باذن الله. يعني فكره يعني حتى فكره الارهاق دايما يقول لك ايه، يعني تلاحم المواسم ممكن اكيد يرهق بعض اللعيبه يعني. أكيد كمان أكيد المشوار كان طويل قوي يا كابتن فتحي، فالنهارده العناصر الجديده
او اللي يعني سواء بقى المعارين، فكره ان شاء الله بقى كمان الصفقات او عوده حتى يعني وليد ريح فتره طويله، ديانج رجع تاني، فان شاء الله يعني احمد ياسر ريان طبعا. فبنتكلم عن يعني مجموعه يقدر موسيمان يستعين بيها، ما نقدرش نقول انه هيدخلوا على موسم صعب ما لحقوش يريحوا الموسم يعني لا هو ملحوم في اللي قبليه، ما نقدرش نقول مش ده، هم جايين فرحانين ومرجعوا النادي متشوقين يلبسوا الفانيلا الحمراء تاني لان بعدوا عنها فتره، فكل ده دي دوافع عندهم. يعني اذا الخمسه جديدة. سته اللي هم جايين جداد دول، الخمسه اللي هم بتوعنا اللي كانوا معارين. زائد طاهر محمد طاهر زائد باد بنون ادي اثنين زائد بيكهام، كل دولت ابناء النادي لما رجعوا، اذا عندي ثمانيه، الثمانيه دولت راجعين بقوه الدفع، حب لبس الفانيلا الحمراء راجعين لها تاني، راجعين بحوافز جديده، بحوافز ودوافع ودوافع جديده، وما عندهمش الاجهادات بقيه اللعيبه اللي عندنا، لان هم ما مروش بتجارب النادي الاهلي السنه اللي فاتت، يعني ما دخلوش، لا كان عندهم افريقيا ولا كان عندهم بطولات تانيه غير ان هم كانوا في انديتهم بتنتهي الموسم بتاعهم كان بينتهي بدري يعني. صحيح، وده يرجعنا لنقطه مهمه جدا على النواحي الفنيه، وحضرتك يعني مدير فني اشتغلت بشكل كبير، ان كمان عندنا دكه كويسه بمعنى اصح يعني، ودي كان مشكله عندنا في بعض الاوقات، ان عندنا مشكله ان اللي على الدكه ممكن يكون واحد بس اللي ممكن يعمل الفارق، لا دلوقتي عندنا مجموعه من اللعيبه تقدر تغير من شكل الاداء بشكل كبير، شفنا حتى في المباراه الاخيره او مباراه الاتحاد نزل طاهر عمل شكل كويس، نزل ناصر ماهر، فدي مهمه جدا انك بتستعين قبل الدوري كمان انك عندك دكة احتياطية بشكل جيد يعني. الدكة هي نقدر نقول يا كابتن هاني سلاح عدم التوفيق. يعني ايه سلاح عدم التوفيق؟ يعني انا كمدرب اخترت 11 لاعب لم يوفق 2-3 منهم. ما وفقوش يعني مش ماشي معاهم. فالسلاح ان انا اعالج هذا الموقف بايه؟ بالبدلاء. البدلاء ما يقلوش. ممكن يكونوا احسن في اليوم ده. فحتى الناس تقول الله طب ما لعبتش ده بالاول ليه؟ لا ما هو مش من الاول انا اعرف ان ده مش هيبقى وحش. يعني انا بلعب سين من اللازم ان هو بيلعب اي لاعب ايا كان بيلعب في الملعب، وبعدين لم يوفق في هذه المباراه او خد انذار فانا خايف عليه من الانذار الثاني فهنزل له البديل. بنزل البديل هو مش اقل منه، قد يكون هيأدي احسن منه او ممكن ينزل يجيب جون مثلا في المسألة. يعني هيأدي احسن منه ويقدر يعمل زي كهربا. ما هو زي كهربا اول ما نزل، ما كهربا جول خلاص ما قاعد من طول المباراه. طب الناس تقول ما بداش، لا مش ما بداش، انا ببدا باحسن 11 من وجهه نظر انا كمدير فني ثم لم يحصل توفيق لهم لان حصلت متغيرات داخل الملعب، خصم بيلعب عليه، حكم مش عارف شكله ايه، الوضع ده كله، فبالتالي بنزل بديل. مهم جدا زي ما الكابتن هاني بيقول لابد ان البديل يكون في مستوى اللي بيلعب في الملعب، فهو موجود وقد يكون الاحسن. اذا الكتيبه لابد يكون عندي قوام تقريبا من جاهزين 18 لاعب يادوا المباراه النهارده زي ما بتروح كاس العالم بيقولوا صح، بسجل 18 لاعب. هم طبعا من دلوقتي بيسجلوا 23 لاعب بس انا في دماغي ال 18 لاعب اللي انا هقدر العب منهم واقدر ابدل منهم، وخصوصا التغييرات دلوقتي بقت خمسه. يعني في الظروف دي عندك متغيرات كتيره وعندك ادوار كتيره، خمسه عن نص الفرقه بيلعب 10 في الملعب، لما غير خمسه يبقى غير نص الفرقه. فسهل ان انا اقدر كده، فدي مهمه جدا جدا، وده سلاح من احد اسلحه النادي الاهلي في صراعه او المنافسه القويه للدوري اللي كل الناس متحفزه له، يعني متحفزه لهذه البطوله، وكل واحد طريق مشروع انه كل واحد عايز ياخد الدوري. وعموما هي بطوله الدوري بتحتمل التجارب بعكس بقى لعب البلاي اوف الكاس طبعا لانه مشوارها طويل لكن يعني الدوري هتلعبي 34 مباراه، اكيد هيكون عنده فكر خاص، اكيد هيكون عنده خطط مستقبليه ان شاء الله، فهيسمح له الدوري الموسم ده. والدوري مش ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه، الكاس انت بتلعب يعني كاس العالم عشان توصلي للنهائي في البطوله في التصفيات بتلعب 7 مباريات توصل لنهائي كاس العالم، يعني ببطوله قويه زي دي. كاس افريقيا نفس القصه بتلعبي توصلي 7 بعكس الدوري بقى بيكون 32 فريق اما انت لما بتكوني في الدوري بتلعبي 34 مباراه مش بتلعبي 7. طيب فعندك وقت طويل. بعد الفاصل عندنا كلام كتير عن اللائحه.
في البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم والكابتن فتحي نصير من خلال التقرير. مشوار الدوري طويل، بدايه ان شاء الله يوم الاحد مع نادي الفريق المقصه. حضرتك شايف البدايات ازاي ومشوار النادي الاهلي ان شاء الله في البطوله المفضله للنادي الاهلي ان شاء الله خلال الموسم اللي جاي؟ دائما البدايات صعبه، والبطل لابد ان يبدا قوي. اي بطولة قوية، أي فريق قوي، المثل ده مثل ألماني يقول لك ابدأ قوي وانهي قوي هتحصل البطولة. خلي الضربات تحصل لك في وسط الموسم، لكن في البدايات لا، في البدايات لازم تكون شرس على الجول، يعني على المرمى لازم تكون شرس، لازم تسجل، لازم تجيب أهداف على أساس إنك بتلعب. لكن ما تبدأش ضعيف وانت فعلا بادئ دلوقتي. الناس كلها متحمسة، كل الفرق هتقابل، كل الفرق متحمسة. الفرق اللي بتقابل النادي الأهلي كلها، ما فيش فرقة هتقابل النادي الأهلي كبطل إفريقي أو بطل دوري أو بطل كاس أو بطل ثلاثية أو هو كنادي أهلي، مش هتقابله، أو الملايين اللي هتتفرج عليك في الماتش ده. فهتلاقي ال 11 لعيب اللي بيلعبوك في قمه التركيز بتاعهم. يعني لو شفناها في الطلايع، شفناها في نهائي الكاس، هتشوفيها في كل وانا يمكن يوميها كان زميل احمد سمير كان هنا وكنت في الاستوديو بيقول لي مباراه الطلايع، قلت له صعبه جدا كانت جدا صعبه. قال لي ازاي يا كابتن؟ قلت له صعبه جدا. قال لي الطلاق، قلت له صعبه جدا جدا جدا. وقد كانت، شفتوها ازاي كانت طبعًا صعبه. يعني كل الفرق هو مش صعبه، لان الفرق اللي مش النادي الاهلي وحش، الفرق قدامكم متحمس. انت بتشوف انت لما كنت تلعب يا كابتن هادي ضد الفرق دي، كل لاعب قدامك متحمس، المدافع متحمس والمهاجم متحمس، خط الوسط متحمس، الفرقه كلها والمدرب الفني كل الدنيا مشدودين ومتحمسين، وكله ضارب الجل وكاوي الشورت وعامل نفسه كل حاجه ومظبطين نفسهم على اساس مين؟ الملايين هتشوفهم. اما لو فرقتين بدون جماهير، مين اللي هيشوفهم غير الاداريين بتوعهم وقله من المشاهدين اللي خارجوا بيضيعوا وقتهم في الاستوديو. لكن مباراه النادي الاهلي مباراه لها المشاهده، فدي بتحمل النادي الاهلي اكتر من طاقته. صحيح. يعني ولكن طاقته كبيره، يعني اكبر من طاقته مهما كانت طاقه النادي بس الأهلي. انا بتفق معاك ان الاصرار من لعيبه المنافس بتكون نازل بيلاعب نادي القرن، بيلاعب بطل الثلاثيه، بيلاعب النادي الاهلي اللي الناس كلها بتتابعه. ده بجانب انه كده كده النادي الاهلي بيتشاف مبارياته، بتبقى يعني يوم خاص لكل اللعيبه يعني. فهو المباراه، فاذا بدايه الدوري مباراه ما غض النظر مين هتلعب مين، مع احترامي الفريق المقصه، فريق لاعبين وكده، لكن انت 11 بتلعب 11، برضه نقول لمسماني ربنا يوفقه في اختيار احسن 11 من الكوكبه اللي احنا شفناهم والنماذج اللي قدامه دلوقتي، اللي يختار قدامه ام بوفيه يقدر يختار. بس دي يا كابتن حضرتك كنت مدير فني، دي بتبقى المرحله الحاجة الصعبة الحلوة، بمعنى صح ان المدرب عنده اختيارات كتيرة جدا، وبالتالي في صعوبة في الاختيار، صعوبة مفضلة يعني. لكن هي لو سألته دلوقتي، يا لو بنسأله اي مدرب، هتلاقيه متفق على 9 لعيبة هتلاقيه أساسي. مختلف بينه وبين نفسه في صراع على 2 لعيبة. يعني ألاعب ده ولا ده، بناء عليه هو كمان دي بتساعده في طريقه اللعب اللي هيلعبها. يعني هتساعده، هيشوف مين اكتر ينفذوا له اسلوب اللعب وطريقه اللعب، كيفيه الاحتفاظ بالكوره. وما شاء الله كل اللعيبه اللي احنا قلناهم دلوقت عندنا في النادي الاهلي كلهم لعيبه مهاريين، واللاعب المهاري هو اللاعب القادر على الاحتفاظ بالكوره، اللاعب اللي ما يقدرش يفقد الكوره بسهوله، اللاعب اللي هو يقدر يستخلص الكوره من خصمه بسهوله. يعني اذا عنده السهوله دي، لكن لابد ان يكون تركيزه ان شاء الله باذن الله في احسن 11 يلعبوا ويبداوا، وهيكون شرف لهم اللي هم بداوا هذه المباراه. والصراع الداخلي اللي بينه وبينه مش زي ما بقول لحضرتك هيكون
لاعب او اتنين يعني مركز مركزين ممكن يكون يحدد لاعب ده ولا ده، لكن في مراكز ثابته ومعروفه مش هيقدر ان هو يعني هو مش هيختلف فيها ومش هيضيع وقته فيها. واللعيبه نفسها يا كابتن هنا هيكونوا عارفين يعني طبعا يعني مش مفيش مفاجاه لما يجي يقول لي اسم هيقولوا كل دولت بس هو فلان ولا فلان، هي هتكون يعني معروفه له. عايزين نتكلم عن اللوائح الجديده وخاصة لائحة لجنة المسابقات النهاردة ما بين الإيجابيات ومش عايزة أقول سلبيات، عايزة أقول تحفظات شوية. لما نيجي نعمل النهاردة بنود بيكون فيه زي سيناريو للائحة دي واربطها بالمواد اللي موجودة في هذه اللائحة. عايزة أعرف مبدئيا من كابتن فتحي نصير تعليقك إيه على لائحة لجنة المسابقات تحديدا، عشان أنا عارفة أنك عندك تحفظات. وكابتن مازن يعني من الشباب المتحمس ومثقف وواعي ومدرك هو بيعمل ايه ومن مجال يعني هو عارف، بس الحماس ده مش عايزه يسحبه لحاجات يخبط دماغه مثلا في الحيط او في حاجات زي كده. لازم لما يحط المواد كلها في النهايه بيعمل ميزان زي المدرب لما بيحط 11 فرقه 11 لعيب بيعمل ميزان الفرقه يشوف ايه، انا عندي كام لاعب يقدر يجيب جول، عندي كام لاعب يقدر يشوط ضربات ثابته، عندي كام لاعب يقدر يلعب بدماغه، لا انا هلاعب اللاعب ده بدل اللاعب ده عشان ده يبقى كثره اللعيبه اللي بتلعب بالدماغ موجوده لما مش قليلين، كام واحد الاعب ده ولا ده، لا انا هلاعب الطويل لان نسبه الاطوال عندي في الفرقه قليله فلازم انا ازود نسبه الاطوال، يبقى هلاعب اللاعب الطويل مش هلاعب اللاعب. الحاجات دي سيناريوهات بتحصل في اللائحه، نفس القصه. هو في بند في اللائحه بيقول ان لا قدر الله في حاله 16 لاعب كورونا يبقى المباراه ما تلعبش. ماشي، اذا 16 لاعب. طب لو في 16 لاعب وعندك 7 لاعبين في وبعدين قلت في البند تاني وقت الدوره الاولمبيه لن يتوقف الدوره هيتلعب بدون لعيبه المنتخب الاولمبي هيلعب. طيب النادي الاهلي دلوقتي فيه 7 من لاعبي المنتخب الاولمبي، وازعم من السبعة دولت هيكونوا أساسيين من ضمن ال 18 لاعب المسافرين إن شاء الله بإذن الله في المنتخب الأولمبي لو بإذن الله يكونوا سلام. طب أنت عندك 7 اللي هم موجودين دول بره وعندي 16، يبقى أنا عندي 23 لاعب مش موجودين في الفرقة. طب إزاي؟ تقول لي طب يعني ايه؟ يعني حضرتك بتتكلم لو السبع لعيبه دول مع المنتخب الاولمبي اكيد في 7 مع المنتخب الاولمبي، لا قدر الله لو حصل مثلا 15 اصابه كورونا بقى عندي 22 يبقى عندك 22 لعيب متغيبين عن صفوف النادي الاهلي. ف يعني طب حضرتك شايف ايه من النقطه دي؟ شايف ان السبعة يعني يتحسبوا من ضمن ال 16، يعني اشيل 7 من 16 يبقى انا عندي 9، يبقى وقت الدورة الأولمبية أو وقت ما ياخدوا من النادي الأهلي 7 أو ياخدوا من أي نادي، لو نادي مثل أي أندية من الأندية الدوري الممتاز في أندية تانية ماخدين 4 أو 5، الخمسة دولت يعتبروا من ضمن 16 لاعب بتوع الكورونا على أساس أنت بتقول 16 المباراة اللي هتقام 15 هتلعب يبقى 15 هتلعب. طب 15 وعندي 7 بره يبقى 22 لاعب مش ممكن. فدول يعني من رأي حضرتك في خلال الدوره الاولمبيه يتم تقليل عدد الاصابات ل يعني الانديه تستفيد كمان بعدد معين من نكمل ال 16 بتوعك. انت خدت اقصى حاجه 16، هعتبر ال 16 هعتبر السبعه دولت من ضمن ال 16، او مثلا لو فرقه عندها 4 يبقى الاربعه دول من ضمن ال 16 من ضمن ال 16 يبقى 12. يبقى كده ليه؟ عشان تبقى بي فير، لكن ما اقدرش اكتر من 16. لو فرقه عندها 16 وعندها 4 كمان يبقى 20 لاعب 20 لاعب انه 4 في الاولمبي و16 في كده او 15 يبقى عندي 19 لاعب والماتش يتلعب برضه. طب انا هجيب لعيبه منين؟ النقطه الثانيه لابد انك ينظر في حته الحراس المرمى. لو الثلاث حراس المسجلين هتقول لي خد من الناشئين والرابع مصاب، مش مصاب عادي، اصابه قدريه، اصابه لا قدر الله يعني عنده اصابه قدريه او مش اصابه قدريه، كان مطرود في الناشئين وعنده كارت احمر يعني موقوف يعني مش هيلعب. طب لو اللاعب ده مش هيلعب وعندي 3 مصابين ما عنديش حراس مرمى العب بمين؟ لازم نفكر. ده السيناريو اللي انا بقول عليه ان انا افكر في اللوائح
ان لو حصل كذا احط نفسي مكان النادي. يعني بعد ما احط اللائحه احط كده، طب انا بقى لو مدرب نادي وحصل لي كذا وكذا وكذا، او نادي حصل له كذا وكذا وكذا، من البنود دي تحط مع اللائحه بتاعتك تغذيها ببعض التفسيرات. يعني بتحط يعني تعديلات في وقت معين يحصل كذا دلوقتي قبل البطوله ما تبدا. يعني لسه، وخصوصا هنبدا البطوله النهارده، النهارده الجمعه. والحته الثانيه حته القرار بتاع ال 16 مباراه الايقاف، لابد ان تفسر ال 16 دولت، يعني امتى حد قرار 16 مباراه دي توقف، ومن سيعطي هذا القرار؟ لا، بقرار هل بالفيديو شفتها، او الاعتداء شفته بتقرير الحكم او بتحرير المراقب؟ طب ماشي، حكم الفار كتبوا لك كل حاجه، ده عملوا لك كده وقلت 16. لازم تقول نوعيه الاعتداء، الاعتداء لفظي، الاعتداء بدني، الاعتداء جسدي، الحاجات دي كلها لازم تفسر، عشان بعد كده ما تحصلش يوميها ويقول ده انت بتفسر عشان نادي ده والنادي لا، عشان ما يحصلش مزبوط. تضارب او اجتهادات بالظبط مالهاش لازمه. صحيح. كابتن، انت نورتنا النهارده بجد، حضرتك شرفتنا في البيت الكبير. الله يخليك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كابتن، ودايما سعداء بوجود حضرتك معنا. انا اللي اسعد ان شاء الله في البطولات دايما باذن الله. ان شاء الله باذن الله نيجي على البطولات احنا على طول الثلاثيه باذن الله، ونيجي بعد بطوله افريقيا وبطوله افريقيا سواء في مصر او خارج مصر ان شاء الله. لكن في ملعب كرة القدم اللي لم يتغير مقاييسه في العالم، فشرف لنا ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا كابتن، شكرا جزيلا. شكرا. دي كانت طبعا نهاية حلقتنا النهارده في البيت الكبير. ان شاء الله باذن الله هنتابع انطلاقة النادي الاهلي ان شاء الله يوم الاحد امام مصر المقاصة، كل التوفيق لفرقتنا، ونشوفكم هنا في البيت الكبير ان شاء الله يوم الاثنين من 10 ل 1. تصبحوا على خير.